كم قلت الأخلاق. فعندنا موضوع اليوم اللي هو حسن الخلق. يا سلام. دقيقة بروح نجيب فشار نجي بالله دقيقة. حسن الخلق يا جماعة الخير هذا الشيء مطلوب في كل أمر في الدنيا. صحيح. ليش؟ أحياناً تجيك على شخص معصب وما يشوف أحد شيء، بس تجيه بوجه ضحوك وبحسن الخلق ينسب خلاص ما يقدر يسوي ولا شيء. فأنا من الناس اللي شوي عندي عصبية يعني ما والله عاد وجهك غير خالدك. شوف أنا ما أعصب والله وجهك بس نادر ما أعصب يعني كذاب في الإعلام والله ما نادر ما أعصب. خلي إعلام خلي إعلام ما خلي إعلام غير الإعلام كذاب ما أعصب نادر والله كذاب. قد أسألك بالله هذا أكثر واحد أنا شبتني إياه قد عصبت عليك عصبية قوية لمرة واحدة وأنا أذكرها متى بعد أنا ما تذكرها الغرفة. في الغرفة والله قلت له حال وخر عند لا حلو قم عليك ترى وخ عاد دار إني خلاص ما ومشى الرجال. ف يا عيال الموقف ذا كنا ايه كنا على بث حلو انا وياه على بث سوى حركه ضغطتني انا هو مبرد ما فكر فينا كان معي اثنين من الليل بيروح الغرفه سوى احنا يسمع اللي 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 على الخط العام في المزاحمين يسمع صوتي انا عبد العزيز ها انا شب انا وياه دريت انه اتش ضغطته انا هو ضغطني وانا ضغط دريت انه اتش فل. صدق ولا يعني صدق والله والله العظيم انا صدق انا عاد ما قمت اشوف قلت ذحان وخر عني ليه ما عصبت موقف الوكاد. فاحنا نتكلم عن حسن الخلق يعني في قصه بسيطه يعني بحاول اختصرها اني قد قلتها قبل مره للعيال كزمعوا. فالقصه ما فيها كان في مدير في شركه وكان في رجل امن عند البوابه. الشركه هذه كبيره وفيها من الناس واجد فكان الموجودين العالم موجودين مهمشين السكيورتي ذا هو رجل الامن مهمشينه يعني بعكس المدير هذا الشخص الواحد كان يوميا لا جاء سلم عليه ولا من طلع سلم عليه نعطيه البسمه يعني لا دخل سلام عليكم شلونك طيب لا من طلع سلام عليك تبي شيء مع السلام يا سلام. فهذا تعود لا من طلع المدير ذا قفل الباب وراه ولا من جاء المدير هذا فتح له الباب يا سلام يعني هو في وجهه 24 ساعه ايه دوام هو بدايه دوام الرجل من هذا مع بدايه دوام المدير ذاك يا سلام. المهم مرت الايام مره على نفس الحال تعود الرجال ذا الرجل الامن فحركه الولد هذا رجل الامن. بعد مرور فتره دخل المدير كالعاده سلام تبي شيء شلونك ساك طيب قال والله ابد بخير عبد الله وروح المدير دوامه فوق. جاء وقت نهايه الدوام هنا متعود انه يطلع الرجال ويسلم عليه ويطلع صح يقفل الباب والله انتظر ساعه ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات الرجال ما قاعد يسلم عليه ما في احد ما جاء لما شاف شركه فضت كامله ما بقى الا اخر واحد اللي قفل الباب اللي داخل ويطلع قفل الباب وطلع قال دقيقه وين في رجال دخل ما طلع قال يا ولد صاحين والله في رجال دخل وما طلع ابو ما فلان فلاني دخل وما طلع شلون تقول الحين انه انا اتحمس لا ممتاز ف قال شلون قال والله العظيم ما انت صاحي انت شكلك انخرش لانه اول مره احد يسلم عليك ولا اول مره يعطيك وجه قال والله العظيم انا ماشي لان نجيب الشرطه ويدخلون شيل ابوك حطه هوك لا جو الشرطه قال انا في رجال دخل من هنا يومي لا دخل يسلم علي ولا من طلع يسلم علي الشرطه انصدمت قالت انت فيك انت مجنون كل رجال طلع بسرعه ما شفته قال يمكن رجال صار له ظرف وطلع من باب ثاني يمكن ما تدري قال لا انا متعود على الرجال يوميا يجي يسلم علي ويطلع الرجال وين فيه داخل الوكاد مالك بالطويله قال الرجال والله انت تعلمني الرجال وين اصبر الرجال وين داخل مدير داخل فوق ايه اصبر الوكاد طلع الرجال دخلوا فوق دوروا في الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع ما لقى واحد قال يا ولد ما لقينا احد انت من صاحي انت بكبله الرجال يمكن طلع مشغول قال والله الرجال موجود تفتلون ما فيه الثلاجات الثلاجه الكبيره الثلاجات هذول يخزنون فيها يعني ثلاجات كبيره كبر الغرفه ذي فهمت ولا من دخل واحد لازم احد يفتح له من برا ما يقدر احد يدخل ابو حميد يوم افتح الباب ما الرجال اللي طايح من بلر ذابح البرد ذابح البرد وحول الموت بالعرض متجمد هم يشيلون يا ولد ويركضون الى المستشفى ويشيل ابوك يا صحصح الرجال انقذوه من الموت يوم قعد وصحصح الرجال قال انتم ايش دراكم اني انا داخل هذا الثلاجه ابو ما ايش دراكم يقول انا لي سبع ساعات يقول من دخلت سلمت على سكيورتي دخلت بعدها بساعة تقفلت على البواب يقول ودك وما في نت لأن الباب قوي الباب كبير ولا تقفل الباب خلاص ينقطع عنه يقول ما في نت ودق الباب يقول أحد حولي قال شلون دريته
قال شيء واحد من حسن الخلق اللي تسويه هو اللي انقذك وانقذ حياتك. قال وشو قال السكيورتي اللي تسلم عليه؟ فشوف سبحان الله المبادرة الصغيرة. فشوف سبحان الله هذا ترى من حسن الخلق انك تسلم على الرايح والجاي وانك تبدي ابتسامة وتبدي شيء طيب. فكان يسلم يوميا شيء بسيط ولا تستحقرن من المعروف شيئا. فهذا يعتبر ترى نفس المعروف انك تسلم على شخص ترى سلام تدري انك تجر عليها. فشوف حاجة بسيطة انقذتها من الموت. يحظ السكيورتي بالاجر. شفت كيف؟ هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد واجب والله. إيه يعني شيء جميل. فحنا نتكلم عن حسن الخلق جبناها كذا وكذا.